Okay, hello again. And a new lesson in weekend number 6, منهج الإنجليزي للصف السادس. وعندنا درس جديد, page 12, grammar in action, قواعد اللغة الإنجليزية. وأيضا مستمرين في صيغة الماضي البسيط والأفعال الغير منتظمة. I won, أنا فزت. We won, نحن فزنا. You won, أنت فزت. You won, أنتم فزتوا. يعني you يستخدم he, she, he, هو, وshe, هي, they, هم. وهنا نفس الأفعال والجمل بصيغة الماضي. مثلا عندنا هنا I lost a tennis match, أنا خسرت مباراة تنس. We won a football game, نحن فزنا بمباراة كرة قدم. طيب was, I was sick, أنا كنت مريض. Made, I made a tree house, أنا صنعت يعني كوخ أو بيت من الشجر أو كوخ مصغر. Tree house, هذا طبعا هو الصورة هذه ما هي tree house, يعني بيت على الكوخ على الشجرة. طبعا هذا شيء ما هو موجود عندنا بحضاراتنا وثقافتنا, فعشان كذا ممكن يكون صعب الفهم, لكن بالصورة يكون واضح. Number 6, I saw a rainbow, مر علينا المثال هذا. I caught a big fish, أنا صدت أو مسكت سمكة كبيرة. I broke my glasses, أنا كسرت نظاراتي بالخطأ طبعا. و we were happy, نحن كنا سعداء. طبعا هنا irregular verbs أيضا. Win, won, see, saw, lose, lost, catch, caught, get, got, have, has, had, I'm, is, was, break, broke, make, made, were, where. انتهى الدرس, شكرا لكم ونراكم في دروس لاحقة إن شاء الله. كان معكم أستاذ خلف, تجدوني على اليوتيوب عبر البحث بعبارة خلف إنجليش بالعربي أو بالإنجليزي. باي باي.